أخبار اليوم. أنا كلمت وزيرة التضامن الكويتية أخت أهند صبيح، ويعني أكدت لي أن هي على اهتمام بهذا الموضوع، وطلبت منها أن أنا أعرف كيفية تعامل الحكومة الكويتية مع موضوع المتوفي المصري، ويعني أكدت على ضمان حقوقه. وبالتالي هي كانت طالعة لندن، غير كده كنت رحت لها الحقيقة علشان أبحث مع الموضوع، كانت يعني على الطيارة طالعة، إنما وعدت أن هي تبحث هتبحث هذا الموضوع مع المجموعة بتاعتها علشان تعرف هذا العامل عقد عمله وضعه في الكويت، ملابسات الموضوع بعد التحيات، لأن احنا خلي بالك بنتكلم على حاجتين، حادث اعتداء وحادث جنائي، فالموضوع ليه، وخاصة كمان في كويتا انضروا من هذا الموضوع، فالموضوع ليه ملابسات معينة لازم ننتظر التحقيقات. إنما أنا في مشاورات مستمرة مع وزيرة التضامن الاجتماعي الكويتية. كان في يعني كلام كتير جدا حوالين إن في مصريين هناك بتعرضوا لمشاكل أو تم القبض عليهم من قبل السلطات الكويتية بعد الأزمة، يعني حتى ما كانواش مشاركين في المشكلة، يعني تعمل حضرتك مع ده، وهل هتقومي بزيارة للكويت خلال الفترة اللي جاية؟ أنا كنت هقوم، بس نظرا لأنه طبعا وزيرة التضامن اللي هي اللي أنا عاوزاها شخصيا علشان أعرف هو المواطن غادرت لإنجلترا، إنما المصريين المتواجدين زي ما حضرتك بتقول إذا كانت قبض عليهم أو تم ترحيلهم بيتم التعامل من خلال السفارة والقنصلية. أنا بتابع، لأن أنا دوري مكمل، أنا برا عن المصريين، فبشوف السفارة والقنصلية بتعمل ايه، بشوف ايه اللي ممكن انا اعمله زيادة علشان اضمن هذا الموضوع. انما لغاية دلوقتي لسه مش مقرر ان انا اروح الكويت، زي ما قلت انا رايحة علشان موضوع الانتخابات، انما بتابع مع وزارة التضامن وان شاء الله هنوصل. طب هل يا ترى هيكون في اي بيانات رسمية من حضرتك او من وزارة الخارجية مثلا لامتصاص الغضب الشعبي اللي موجود على الاقل على السوشيال ميديا؟ يعني وزارة الخارجية ممكن حضرتك تسأل وزارة الخارجية، انما وزارة الهجرة زي ما بقولك يعني لازم الموضوع يتم التعامل معاه بكل دبلوماسية وبكل حذر. لحد دلوقتي يا فندم حيث اوصل مع اهل المتوفي؟ يعني انا من نفس المحافظة يعني اعرف قريب، لحد دلوقتي ما حدش تواصل معايا، ما حدش اتكلم مع اهل الشهيد لحد دلوقتي من قبل الجهات الرسميه في الدوله؟ الجهات الرسميه دلوقتي عايزه تكلم الجهات الرسميه الاخرى علشان تضمن اولا حق المواطن ده يرجع. احنا عندنا في مصر انت عارف ما تعزيش الا لما تجيب حق المواطن، صح ولا لا؟ فانا بجيب حق المواطن وبعد كده هو نتكلم مع